السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، لدي سؤالان لو تفضلت. سل. السؤال الأول، هل يحق لمرأة ترضع طفل عمره 3 أشهر أن تفطر في رمضان، أم عليها أن تصوم وترى إن كان الصوم يؤثر على حليب الطفل؟ إن كان الصوم يؤثر على صحتها أو على جنينها تفطر وتعيد. عليها أولا أن تصوم وترى إن كان ذلك يؤثر. إن كان ذلك يؤثر على المرأة أو على جنينها لها أن تفطر وتعيد. وتعيد. نعم. نعم. السؤال الآخر لو سمحت.